السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاصل الزيت موضوعنا لهذا اليوم، كما تلاحظون هنا عطل كان انسداد في فاصل الزيت، كما تلاحظون لا يخرج من نهاية الماسورة هذه، تم فتح وتفاجأنا بما تشاهدون الآن. لاحظوا اللون هذا الأسود، هذا طبعا زيت، بس هذا كله التغير في لون الزيت بسبب خبث اللحام، المادة السوداء التي تطرأ على المواسير. طبعا كما تلاحظون الزيت تم عمل صيانة لعدة وحدات، كانت كل هذه الأسباب هي بسبب اللحام بالطريقة الغير صحيحة وعدم استخدام النيتروجين وعدم تنظيف المواسير. كما تلاحظون هذه مكونات فاصل ضغط الزيت أو فاصل الزيت، كما تلاحظون عبارة عن فلترين للدخول والخروج، فلتر الجاية من خط الدفع وفلتر لداخل للمكثف. طبعا يتم تنظيفه، لاحظوا هذه العوامة، عندما ترتفع تقوم بإرجاع الزيت إلى داخل الكمبريسر. لاحظوا تم تصفيته ببخاخ كربيتر مستخدم في السيارات، يتم تصفيته تصفية كاملة. وأنصح كل فني عندما يلاحظ هذه الأوساخ والكمية من هذه الأوساخ يجب نزع الفلاتر وتصفيته وتغيير الزيت، وكذلك تنظيف الدائرة، تنظيفها بفريون R11 حتى يتم تنظيفها تنظيف كامل، يجب استخدام فريون 11، وكذلك يجب تغيير الفلتر وتغيير الزيت. لمعلومات أكثر عن فاصل الزيت هناك في أسفل الفيديو في الوصف، تم شرح فاصل الزيت بالتفصيل، مبدأ عمله وطريقة عمله. أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة الجميع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.